صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التورية تجوز أم أنها تعتبر من صغائر الذنوب؟ التورية وهي إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، إن كان يقصد التخلص من ظلم فلا بأس، يقصد التخلص من ظلم، كأن يكون معه مال فيأتيه ظالم يريد أخذه فيقول هذا المال لفلان، هذا المال لفلان، يقصد التخلص من الظالم، فهذا لا بأس به. أما إذا كان لا يقصد التخلص وإنما يريد أن يعتدي على الناس، إذا كان في التورية فيها اعتداء على الناس وظلم للناس، فإنها لا تجوز وهي من الكذب. نعم.